مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موضوع اليوم. تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للساكنة القروية في المناطق المتضررة من موجة البرد الحالية والتساقطات الثلجية، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. وتشتغل فرق المؤسسة على توزيع المساعدات الإنسانية العاجلة المكونة من منتجات غذائية وأغطية لفائدة السكان المتضررين من سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية بعدة دواوير بهذه الجماعات والمناطق، وأيضا تعمل على المصاحبة الاجتماعية والتكفل الطبي عن قرب بالنسبة للحالات التي تستوجب ذلك. وتم نشر فرق متخصصة تضم مساعدات اجتماعيات وأطباء تابعين للمؤسسة تعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية والسلطات المحلية من أجل الاستجابة لحاجيات المناطق المتضررة في أقاليم زاجورة وورزازات وتارودانت. للمزيد عن هذه المساعدات ينضم إلينا الأستاذ منير الغزوي، المحلل الاقتصادي ورئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أستاذ الغزوي، أهلا بك. إذن أستاذ الغزوي، هذه المساعدات التي أمر بها العاهل المغربي الملك محمد السادس مباشرة بعد هذه الموجة الكثيفة من التساقطات الثلجية وأيضا موجة البرد التي ترافقت معها، بالنسبة لتوقيتها وبالنسبة أيضا لتأثيرها بالنظر إلى الاحتياجات الاجتماعية المعبر عنها أو الموجودة والمسجلة في هذه المناطق. محمد، هو كما تعودنا كل سنة يعني خلال موجة البرد فكتكون مؤسسة محمد الخامس بتوجيهات الملكية السامية كتكون من بين أول ويعني أسرع المتدخلين للدعم الساكنة المواكبة ديالها، واللي كتجلى تدخلاتها كما شرطي يعني في الدعم ديال المواد الغذائية بالإضافة يعني لتوفير أغطية وتوفير أفرشة، وهي مساعدات كتكون يعني عندها واحد الوقع إيجابي على هاد الساكنة في الدعم النفسي ديالهم وكذلك مساعدتهم على مواجهة هاد الموجة ديال العواصف الثلجية وكذلك حتى العواصف المطرية اللي همت هاد المناطق ديال زاكورة، أقاليم زاكورة ورزازات وتنغير، واللي خلفات بطبيعة الحال واحد الضرر كبير لهاد الساكنة هذه نتيجة العزلة ديالها ونتيجة يعني لأن الساكنة تبدلت الثقافة المعيشية ديالها بحكم أن ما بقاش كتوجد راسها مثل هاد الكوارث أو لها الظواهر اللي هي طبيعية أو لها التقلبات الجوية. بطبيعة الحال هي مساعدة مهمة، علاش؟ لأنك تهم المواكبة الصحية لهذه الساكنة في المناطق الجبلية، وهذا هو التميز ديال مؤسسة محمد الخامس، بحيث أنها تدير واحد المواكبة صحية عبر الأطقم ديالها الطبية لهذه الساكنة، وفي التنسيق مع كذلك الأطقم الطبية ديال وزارة الصحية للصحة اللي كذلك لابد من الإشادة والتدخل ديالها، لأن حتى هي كتعبأ يعني فرق طبية متنقلة باش يمكن لها أنها تدير يعني تدخلات مستعجلة، وحنا شفنا الحمد لله في المغرب ديالنا كتعبأ جميع الفرق والوسائل النقل لا الجوية ولا يعني للسيارات الإسعاف من أجل إنقاذ أو لا من أجل إسعاف نساء حوامل، وهذا ما كنفتخروا به في المغرب اليوم. بطبيعة الحال هذا العمل كيتعزز كذلك بالمساعدات الغذائية اللي كتقدمها المؤسسة يعني لبزاف ديال الأسر، وكما شرطوا اليوم كتستف تقريبا 900 أسرة من هذه المساعدات، واللي كتهم مجموعة من الظواهر في مختلف مناطق المغرب، واللي في هذه المناطق هذه المتضررة عندها واحد الواقع قاس لأن الظرفية كتدعي أن يكون تدخل مستعجل، وهذا ما جاء يعني في التوجيهات الملكية باش جميع الفرق ديال المؤسسة تعبأ جميع المساعدات ديالها تعبأ وتعبأ معها جميع المصالح أو القطاعات ما فيها يعني الوسائل النقل اللوجستيكية ديال الجيش المغربي ولا كذلك القوات المساعدة القوات المسلحة الحال الملكية باش يمكن تدخل ناجح. والحمد لله يعني الملاحظة حتى من أرض الميدان فكيبان أن فعلا تم الفك العزلة ديال هذه المناطق من خلال التدخل ديال الآليات ديال وزارة التجهيز والفرق الإقليمية ديالها، وكذلك تم تقديم هذه المساعدات للساكنة، هو ما كيعطي واحد الارتياح يعني نفسي لهذه الساكنة باش يمكننا نقولوا أن الدولة في جنبهم، وكذلك يعطيهم واحد الدعم اللي هو كيمكنهم أنهم يعني يخفوا من الأثار ديال هاد الموجه ديال البرد وهاد الموجه ديال الثلوج والعواصف لا الثلجيه ولا المطريه. استاذ منير الغزوي، هل الحاجيات المعبر عنها الان او المسجله في هذه المناطق الحاجيات الاجتماعيه ارتباطا بهذا الظرف المناخي هي مألوفه ام ان المعطيات المناخيه ايضا بحدتها وايضا مستويات التساقطات الثلجيه التي فاقت متر ومتر ونصف تفسر ايضا انه أهمية هذا التدخل
بشكل مستعجل وعلى نطاق واسع؟ بطبيعة الحال يمكن مستويين في هذه الأقاليم كما هي معروفة، هي مناطق اللي هي فيها واحد النوع من الهشاشة وفيها واحد النوع من الفقر، وبالتالي فالاحتياج كيكون طبيعي وبشكل سنوي في هذه المناطق كبير، يعني كبير. علاش؟ لأن كاين مناطق جبلية وكاين مناطق اللي كاين رعاة، كاين رحل، كاين كذلك مناطق اللي فيها واحد النوع من الفقر وواحد النوع من الهشاشة نتيجة العزلة ديال هذا، رغم التدخلات يعني ديال جميع البرامج ديال الدولة. ولكن اليوم مع هذه الموجه ديال الثلج اللي اليوم الثلج وصل ازيد من 2 متر، كذلك التساقطات المطريه اللي تجاوزت 100 ملم، وهي مناطق ما كانتش متعوده على المناطق سوتو ان عرفت واحد الموجه الجفاف حاد اللي خلاها تعاني اكثر. اليوم مع هذا يعني هذه الموجه هذه كنعتقد ان هذه التدخلات كان عندها واحد الوقع كبير، وكانت عندها واحد يعني واحد الانيه واحد الراهنيه اللي خلات ان يكون توجيهات ملكيه ويكون تدخل مستعجل محمد الخامس بهذه الكثافه بهذا الحجم وبهذا يعني بهذه الاحترافيه اللي عودتنا عليها المؤسسه ديال محمد الخامس، اللي اكيد انها ركمت مجموعه يعني من التجارب او من الخبرات ديال التدخل الاجتماعي، التدخل في الميدان ديال الصحه، وكذلك في تقديم المساعده فوق ما يعني الساكنه احتاجت لها، وفوق ما كان واحد التضرر وواحد التاثير مباشر سورتو ديال هاد التقلبات المناخيه اللي اليوم المغرب شهدها ومازال كيشهدها. وهنا اللي خصو يكون خصنا نشتغلوا على انه يكون عندنا واحد الاليه ديال التدخل، لان اليوم كنهضروا على صندوق الكوارث، كنهضروا على ان ستحدث لجان على الصعيد المركزي جميع القطاعات، ولكن اليوم خصنا نحدثوها فعلا، وخص يكون عندنا واحد المخططات ديال التدخل السريع وديال تقديم المساعده، وكذلك مخططات ديال التنسيق والالتقائيه بين جميع القطاعات الحكوميه باش فعلا تكون عندنا نجاحه. ولكن اللي عودتنا ان مؤسسه محمد الخامس عندما تتدخل كيكون واحد التدخل اللي هو يعني فيه النوع من الاستهداف فعلا للاسر اللي محتاجه للدعم، وفيه واحد النوع من الاسراع يعني في تقديم المساعده وفي المواكبه، وهذا اللي كتقوم به مؤسسه محمد الخامس بشكل دائم جميع المناطق اللي فيها هاد الموجات ديال الباد، فيها هاد الموجات يعني ديال الكوارث. واليوم بان ان فعلا هاد التدخل في هاد المناطق ولا في هاد الاقاليم اللي تضرات من هاد العواصف الثلجيه والعواصف المطريه كان عندها واحد النجاعه وواحد الراهنيه اللي مكنات ان هاد الاسر فعلا تحصل على مساعدات، تكون عندها واحد المواكبه، وتكون يعني عندها واحد الاثر نفسي على هاد الساكنه. لكن في نفس الوقت اليوم المغاربه تبدلت الثقافه المعيشيه ديالهم، ما بقاوش كيستعدوا لمثل هاد الكوارث، مثل هاد التساقطات اللي كتجي فجائيه بعض الاحيان. اليوم خص واحد النوع من التدريب للساكنه باش فعلا تكون حتى هي مستعده، تكون عارفه شنو خصها دير في مثل هاد الحالات، باش فعلا يكون عندنا واحد العمل اللي هو جماعي من اجل تجاوز هاد الكوارث. استاذ منير الغزوي، عذرا على المقاطعه، بالنسبة للوجستيك الواسع الذي تم استخدامه أيضا الاستعانة بخدمات القوات المسلحة الملكية أيضا في هذا الإطار، وبالنسبة لهذا اللوجستيك الواسع المتنوع وأيضا ما يتصل بمضمون هذه المساعدات الإنسانية المتنوعة لهذه الشريحة من المجتمع التي تعاني الآن بسبب موجة البرد وتداعيات تساقطات ثلجية غير مسبوقة في هذه المناطق، كيف تقيم أنت ذلك؟ اعتقد ان اليوم عندنا سورتو ان كاين توجيهات ملكيه ساميه، فاليوم جميع هذه الفروق لا ديال القوات المسلحه لا القطاعات الحكوميه اللي هي معنيه بشكل مباشر تهز وزاره ديال الصحه، ولا كذلك العملات ديال الاقاليم المتضرره ولا السلطات المحليه ديالها، فالتعبئه ديالها كانت لازمه وكانت مهمه، وهي اللي فعلا مكنتنا من اننا يعني نفكوا العزله السريع على مجموعه سيغتو في الطرق الرئيسيه وعلى مجموعه من الدواوير. وفك العزله هو مرتبط بتقديم المساعدات، لان ما يمكنناش نقدموا مساعدات بدون يعني ما نفكوا العزله، بالاضافه لتدخل الوسائل اللوجستيكيه ديال الاسعاف، سيغتو الوسائل يعني الطائرات ديال الاسعاف اللي كان يعني التدخل ديالها مجموعه من الحالات سيغتو النساء الحوامل، وهذا كيبرر ان هذا يعني هذا التنسيق وهذا العمل الجماعي كيعطي واحد الاثر سيغتو في هذه الموجة ديال البرد، فهاد العواصف اولا التساقطات المطر اللي كتكون يعني ما متعوداش عليها بعض المناطق واللي كتسبب واحد الاثار وواحد الاضرار لهاد الساكنه، وكذلك التساقطات الثلجيه اللي كتسبب اضرار يعني كتسبب لنا ان هاد المناطق كتعزل. وبالتالي انا كنعتقد اليوم تم توفير كل ما يمكن، بطبيعه الحال خصنا يكون عندنا واحد المخطط اللي
سريع هذا التوفير، واللي التدخل بشكل يعني فيه واحد النوع من النجاعة وواحد النوع من السرعة. واليوم المغرب مع هذه التقلبات الجوية خصو يكون عنده هذه المخططات هذه، وخصو يعمل على أنه يفعلها، ويكون عندنا واحد اليقظة وواحد الاستباقية في التدخل، والاستباقية كذلك في توفير هذه المساعدات يعني في المناطق ديالها، باش يمكننا يكون هذه السرعة في الأداء. هل المعطى المناخي الآن كما ذكرت أيضا أصبح حاسما في ضرورة أيضا مثل هذه الآليات التي أصبحت من الأهمية بمكان في مثل هذه الظروف الصعبة التي أحيانا تحدث بشكل فجائي وحتى في مناطق لا يعتاد فيها مثل هذه الظواهر المناخية؟ بطبيعة الحال اليوم المغرب كمجموعة من المناطق في العالم فهو كيعرف واحد التقلبات مناخية اللي متسارعة، واللي كتعطينا سواء جفاف حاد سواء كتعطينا يعني أمطار فجائية وعواصف ثلجية اللي ما كتكونش بعض المناطق يعني متعودة عليها. وبالتالي هنا يعني هذا المعطى هذا هو المؤثر في توفير هذه الوسائل، وفي ضرورة يعني يكون عندنا واحد المخطط ويكون عندنا واحد الاستباقية في أننا نكون موفرينها بشكل اللي هو مطلوب وبشكل اللي غادي يمكننا بالتدخل السريع. وهذا المعطى هو المؤثر أساسا. واليوم جميع الدراسات كتبين أن كاين تغيرات مناخية مجموعة من المناطق، المناطق سيغطوا المناطق اللي كانت كتعرف الجفاف أو اللي كان فيها واحد المناخ شبه قاري ما متعوداش على تساقطات مطرية أو ثلجية بهذه الكميات. اليوم تبين أن كاين واحد الملحة واحد التغير في هذا المناخ اللي غادي يسبب لنا في أن غتظهرنا بعض الأحيان عواصف ثلجية أو مطرية اللي غير العادة. وبالتالي هنا خصنا نشتغلوا على يعني توفير هذه المعدات وتعبئتها في إطار تنسيق بين القطاعات، لأن المهم هذا الموضوع ديال التنسيق في هذا الآخر. وبالأثر إيجابية كنعتقد حتى ديال التوجيهات الملكية، لأنها هذه التوجيهات كتهدف لتنسيق التدخلات ويكون عندنا واحد النجاعة في الاستهداف، وفعلا نستهدفوا ديك الأسر والمناطق أو القرى اللي هي مضطرة، ونحاولوا نفكوا العزلة لها، نحاولوا تقديم مساعدات لها سيغتو المواكبة الصحية اللي هي محتاجة لها في مثل هذه الظروف هذه. وبالتالي فهذا المعطى المناخي هو اليوم مؤثر، خصنا يكون عندنا واحد الدراسة ليه وواحد الاستباقية، سيغتو أن كاين عندنا يعني المرصد الوطني اللي كيشتغل وكيعطي واحد يعني كيعطي واحد النشرات إنذارية، واللي خصنا نتعبئوا بناء على هذه النشرات فكما كانت يعني مثل هذه التساقطات الثلجية أو المطرية، يكون عندنا تعبئة ديال الآليات بشكل مطلوب، وتعبئة ديال الدعم، وتعبئة ديال المواكبة الصحية المناسبة للتدخل بشكل اللي هو سريع ويكون فيه واحد النجاعة. وحنا كنشوفوا اليوم كان هذا العمل هذا ولابد من الإشادة به، في نفس الوقت خصنا نشتغلوا على تأهيله وجعلوا يعني واحد يعني وجعل ذاك صندوق الكوارث اللي تم إحداثه واحد الآلية ناجعة مرافقها واحد المخططات ديال التدخل السريع مع إحداث ديال اللجان بشكل سريع اللي تكون تشتغل بشكل دائم، ويكون عندها يعني يعني هذه المخططات ويكون عندها واحد الاستباقية في التدخل. هل يتعلق الأمر أيضا بمسألة حيوية ترتبط بفك العزلة في مثل هذه الظروف المناخية التي تعرف تساقطات ثلجية شهدنا أنه بمستويات وارتفاعات غير مسبوقة في العديد من المناطق، ضرورة أيضا التهيؤ لمثل هذه الظروف من خلال أيضا توفير هذه التجهيزات في عين المكان أو قريبا منها في بشكل نوعا ما استباقي تبعا أيضا للتوقعات الجوية؟ بطبيعة الحال هو فك العزلة هو محوري. علاش؟ لأن ما يمكنناش نقدموا مساعدة وما يمكنناش نقدموا مواكبة صحية ولا نفسية للساكنة لما كانش عندنا يعني لاكسي لهذه الساكنة أو للولوج لهذه الساكنة. وبالتالي ففك العزلة هو شيء محوري، وهنا تعبئة الجماعات المحلية باش يكون عندها آليات للتدخل، كذلك تعبئة الفرق الإقليمية وتوفير الدعم لها باش يكون عندها فرق ديال التدخل، لأن هذه مناطق ما متعوداش على مثل هذه التساقطات. وبالتالي يعني المخططات الإقليمية أو الوطنية كتكون ما موفرهاش الآليات بشكل مطلوب وبكميات الكافية باش يكون عندنا تدخل وفك العزلة بشكل كبير. وبالتالي هنا خصنا نراجعوا هذه المخططات، نراجعوا هذا الدعم باش فعلا يكون في يعني هذه الآليات ديال التدخل سيغتو ديال فك العزلة على هذه الدواوير ولا هذه المناطق يكون يعني في عين المكان، ويكون بشكل باش يكون السرعة في الأهل وكذلك السرعة في فك العزلة على هذه السكينة. ولكن يعني هذا المحور ديال فك العزلة هو محور أساسي، رغم أن اليوم كاين تطور، اليوم كاين عندنا كذلك وسائل اللي هي جوية، طائرات، هليكوبترات اللي خصنا اليوم نعزو هذا المحور كذلك
باش يمكن فعلا باش تكون حالات الاستعجاليه ندخلوا بشكل اللي هو سريع يعني بالكثافه المناسبه لهذه الساكنه، وكذلك يكون عندنا واحد المخططات كيفاش نستغلوا هذه الادوات اللي هي هذه الاليات اللي هي جويه باش فعلا عن طريقها كذلك نوفروا الدعم. لكن رغم ذاك الشيء خصو يكون عندنا واحد الاستباقيه حتى في تواجد الدعم في أي المكان. اليوم خصو يكون عندنا في هذه المناطق سورتو اللي هي جبليه واللي هي معزوله خصو يكون عندنا واحد التدريب ديال الساكنه باش فعلا ترجع العادات اللي كانت عندها ديال التخزين ديال المواد الغذائيه ديال كذلك الاستعداد للتقلبات الجويه. لاننا كنلاحظوا اليوم ما بقاش الاهتمام بالمنزل، الاهتمام بالحاله ديالو، وهذه كلها امور خصها واحد النوع من التكوين واحد النوع من التحسيس للساكنه باش كذلك تكون مساهمه في هذه العمليه ديال يعني ديال مقاومه هذا الاثار، وكذلك تكون مستعده ومتكونه كيفاش تواجه هذا الاثار هذه الظروف الجويه المتقلبه وهذه الكوارث اللي ممكن تحدث، وكذلك كيفاش تتعامل معها وشنو خصها دير يعني في وجود هذه الكوارث هذه باش يكون فعلا يعني واحد المساهمه جماعيه. لأن يعني اليوم ما يكفيش فقط توفير هذه الآليات توفير التدخلات ديال المؤسسة محمد الخامس أو ديال القطاعات الحكومية، بل كذلك الساكنة في هذه المناطق سيكون عندها واحد النوع من التكوين واحد النوع من التدريب على كيفاش يعني تواجه هذه الكوارث هذه. أستاذ منير الغزوي، إلى أي مدى كان هذا التدخل أيضا شموليا فيما يتصل بأبعاده الاجتماعية والصحية؟ أيضا تابعنا كيف أنه تم بطائرات أيضا افتكاك أو سيدة من هذه المناطق كانت في وضع في حالة وضع وتم إلاؤها الرعاية الصحية التي تتطلبها حالتها في هذه المناطق. ما أهمية هذا البعد الشمولي في إيصال هذه المساعدة؟ كان أعتقد اليوم يعني من ملاحظ من خلال التدخلات ومن خلال يعني تعبئة جميع الفرق لا ديال المؤسسة محمد الخامس ولكذلك ديال القطاعات الحكومية كان نوع من الشمولية. لكن هذا الشيء واش يعني فيه واحد النوع من التدخل سريع هو اللي اليوم كيستلزمنا ان يكون عندنا هذه المخططات واللي يكون فيها حتى يعني دي بيرسون غولي في كل مناطق سورتو في المناطق الجبليه. اليوم المناطق الجبليه معزوله، بعض الاحيان كتكون معزوله حتى على الاتصالات، وبالتالي كيكون يعني التواصل مع الفرق اللي هي متعدده واللي عندها الاليات كيكون صعيب. اليوم خصنا نكونوا هاد الاشخاص اللي يقدروا يكونوا يعني مواكبين اجتماعيين ونستعنوا كذلك بخدمات ديال الجمعيات والتواجد ديالها باش فعلا يكون عندنا هذا الاستهداف اللي هو شمولي وبشكل اللي هو سريع وبشكل اللي هو آلي وبناء على الاحتياج. لان اليوم خص تكون هذه المواكبه عند هذا النوع من الحرفيه في التدخل الاستعجالي كذلك في التدخلات على الحاجه. لان اليوم كما شرط السي محمد لازم يعني نعطيو المساعده ونعطيو الدعم بناء على الحاجه الساكنه، وهي اللي اليوم المحور ديال الحكامه ديال هذا النوع من التدخلات. وبالتالي انا كنعتقد اليوم خصنا واحد المخطط اللي فيه حتى تكوين ديال الجمعيات وتعبئتها، كذلك تكوين ديال الاشخاص اللي هما مواكبين اجتماعيين باش سيغطوا في هذه المناطق الجماليه باش فعلا توفر المساعده اللي محتاجها الساكنه وبشكل اللي هو احترافي وبشكل اللي فيه واحد النوع من السرعه واللي يكون فيه استغلال هذه التكنولوجيات الحديثه، هاد الامور اللي هي اليوم كتيحها الفضاءات ديال الانترنت والفضاءات ديال التكنولوجيا الحديثه، وكذلك كتيحها هاد الوسائل يعني ديال التدخل السريع الجويه. استاذ منير الغزوي، بالنظر ايضا الى الوضعيه المناخيه في هذه المناطق ايضا في الايام الماضيه اقليم ترودانت وايضا زاغوره وورزازات، الآن ينبغي اعتبار ما جرى من تساقطات ثلجية غير مسبوقة في ارتفاعها أيضا مسألة يمكن أن تصبح هيكلية في مناخ هذه المناطق، وبالتالي يترتب على هذا الأمر لربما تغيير في منظور أيضا ترتيب الأجندة فيما يتصل بالحاجيات الاجتماعية وتدبيرها في لحظات الأزمة. طبيعة الحال هو المسألة اللي قلناها، يعني كاين تغيرات مناخية واللي اليوم غتقدر تكون قارة واللي لازم أن فيها إعادة نظر مجموعة من الأشياء، أولها يعني الطرق وكيفية إحداثها، كذلك القناطر وكيفية إحداثها، كذلك يعني الحماية ديال بعض المناطق من الفيضانات. لأن كنعرفوا الساكنة ديال هذه المناطق كتكون متواجدة سيرتو في الواحات جنب الماء، يعني جنب الويديان، وبالتالي
فما واخداش بعين الاعتبار ان كاين تغيرات مناخيه وان غتكون كميات كبيره، وبالتالي هنا خصنا نعملوا على الحمايه في هذه المناطق. كذلك في المجال ديال التعمير اليوم المناطق او البناء ديال هذه المناطق هذه خصنا نعيدوا فيه النظر بواحد الاليه اللي تمكن هذه المناطق ان يكون فيها واحد يعني البناء بشكل اللي هو فيه اخذ بعين الاعتبار هذه الكميات الجديده اللي غتقدر تكون ديال الثلوج وديال المياه، باش فعلا نقدروا يعني نتهموا فان يكون عندنا واحد التدخل اللي هو استباقي في هذه المناطق، لا من ناحيه البناء ولا من ناحيه الطرق، لا من ناحيه ديال التجهيزات الفنيه القناطير، وكذلك يعني الحمايه ديال هذه الوديان او هذه المناطق او هذه القرى او هذه المدن اللي متواجده جنب يعني هذه الوديان اللي كاين متواجده في المنطقه من الفيضانات. وهذه امور خص فيها اعاده النظر وخص فيها اخذ بعين الاعتبار التحولات المناخيه، التحولات يعني والتقلبات الجويه اللي كتعطينا هذا النوع. طيب. لان هذه المنطقه مثلا ديال الطاقه اللي ما عمرها عرفت هذه الكميه، ففي المتوسط كتعرفها في السنه، اليوم عرفتها تقريبا في لحظه معينه، يعني في يوم واحد عرفت اكثر من 100 ملم، وهذه اللي ما يعني البنيات التحتيه ديالها كلها بنات على افتراض ان يعني كاينه 100 ملم. طيب. في السنه اليوم 100 ملم في اليوم، فهي كميه كبيره. شكرا جزيلا لك الأستاذ منير الغزوي المحلل الاقتصادي رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على كل هذه التوضيحات. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.